الانتخابات أنجزت بانسيابية عالية بحسب مراقبين. مفوضية الانتخابات أعلنت أن أعداد المراقبين المحليين وصلت إلى نحو 322,000، بالإضافة إلى نحو 175 من المراقبين الدوليين. مسألة فتح المحطة كان في التوقيتات حسب التأشيرات اللي أشرها مراقبينا، كذلك أنه نسبة التصويت منذ الصباح الباكر كانت نسب عالية. ويشارك الإعلام المحلي والدولي في تغطية الانتخابات إعلاميا، حيث سجلت أغلب بيانات الانتخابات رصانة الأداء الفني والتقني بحسب المراقبين. جميع الأجهزة تعمل بشكل جيد، الأهم من هذا أنه مشاركة جيدة. لحد الآن وجدنا أنه الإقبال في التصويت الخاص هو جيد. بالمجمل العملية ناجحة ومميزة بصراحة، خاصة أنه الأجواء الشتوية لأول مرة تجرى الانتخابات في العراق. نتمنى أن يكون نفس التفاعل ونفس المشاركة. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن وكلاء الأحزاب سجلوا حضور نحو 495,000 ضمن تغطية شاملة لجميع المحافظات المشاركة في الاقتراع الأولي للحكومات المحلية. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.